سلام البنات، لاباس عليكم بخير؟ هادي وانا ما بغيتش اختي نبيدك. هانا يلا لا اجيت معي. ايوا هانت يالا شتي شي حد عزيز عليك من غيري انا ما لا تبينينيش. لا عزيزة، قول السلام وليدي. السلام بنيتي. السلام عليكم مولدي، السلام عليكم بنيتي، مشاهدين ديال صباح لاباس بخير، كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم مولدي. الحمد لله. ايوا حنا صبوا حاجات عندنا. هكا يا اختي، يا اختي على بويس. انا دا ربي لما جي شديتنا التليفون باش نهضر مع المشاهدين. ماما ياك كبيضه. ايوا شوفني شدي معايا فوق راسي. شفتي شي تقولي؟ شفتي انا صورت ولدنا مشينا للدار فاش جيت، اييه وفاش كنتي تعيط ليا تقول لي اجي اجي باش نهضر معاك على الصليح. صليت وانا ندير يوم اللي جلتي على العيان تنطلع على جد. لا لا شوفك، كنتي تقولي لي اجي راه خاصك تصلحي الدار، خاصها تكون هكا، خاصها تكون هكا. واش بغيتي تصلحي فيها؟ واش بغيتي انا نصلحي فيها؟ كلا كنت انا بغيت بغيتي حيدي بغيت ندير فيروس فوق هذا سمو فوق لا موزيك زي اش فيروس فوق لا موزيك. مش حال شحال خاصو؟ مالو منيو اللي عم منيو الحديد اللي خصو زيد نعدل زيد اش نوع اخر ثاني؟ ايوا راك شتي الكوزينه معوضه، بغيت تبدلي لها الفيونس هي اللي ما عرفتش. تبدلي لها الفيونس هي شحال خاصها؟ مالها شحال 50 دوز حدا هذيك الجي. اخ والبلاكارات وداك الشيء شحال خاصها؟ البلاكارات زوينين علاش ما تبدليهم؟ لا انا ما لقيتش ولا مسينا. بغيت ديري بلاكار ديال بغيت ديري بلاكار ديال البيت إيه اللي ما عرف. امال هذا سيدي بلاصه الكوزينه لا جيت خالتك الزهره في الصاله. علاش في الصاله؟ على عمرك شي شي بلاكار في الصاله؟ لا الا بغيتي هذيك الصاله لا الا بغيتي تغيري دوك خمسه على اربعه هما اللي يكونوا صاله. والاخرى شحال فيها؟ فيها خمسه على جوج؟ لا الاخرى فيها سته على ثلاثه. ستة على ثلاثة ماشي هي أربعة على هذا اسمه. ولأني حنايا راه هذاك البيت الكبير. لا هذاك تا هو زوين، هذاك ديالتي زوينة الصالة. راه شتي ملي كنت درت العرس فرشا. تي دابا باغا ترجعي البيت الكبير هو صالة واه. والصالة بيت النعاس واه. راه كنت بغيت نقسم أنا وملي قليبك زوين يا ختي. نزيد أشنو آخر؟ زيد عازي باش ناخر تاع مالي داركم انا مالي عندي شي ولاد اخرين. واخا وزيد اش ناخر الدوش تاع هو راه خاصو كامل يتعاود. شغلك هذاك بغيت تصلحي انت وتعاودي انت. انا قلت لك معاود نصاوب مع لو بغيت تصلحي مالو هذاك خاصو. قلتي خاصو لافابو خاصو. لا في لافابو جديده ويلي ما عرفتش كنتي تقولي ولا مسيتي تقولي لا ما خاص هذيك قلت لك دي الغلاق راه قال لي عرفت شارع الطاليان ب 1000 ريال هذاك قبيله ديال الفوقانيه اللي خاصه كاع بحال كاع هادشي المجموع واحد جوج المليون ولا جوج ونص ولا صافي. ما تكوني ناسيه شي حاجه؟ ما كنا ناسيه حتى حاجه تاني. انا ما عندي دري ولا دري كترضع فيهم، ما عندي انا قناع وشبعت. والماكن منك لخوك كي خوك. انا مالي انا طلقت منكم لحقت من البال 70000 ريال حسيم. هو غادي يدير المكانه قال لك تعاوني صافا. وانتي غتبقى هذيك المكانه القديمه. ودابا باش نسكن انا خاصني 3 المليون باش نصلح المكانه. لا لا ولا شوف راه شرات تزيدي لي تتوحلي تيوليو باينو لك حوايج خرايب. ايوا راك عاودتي دارك. وانا غدا بعد غدا ما سكنتش فيها راه دار مواليها. راه نجيب لك الفلوس في الكراسة كريتيها على انا علاش لا عاودتيه تي. لا والله ما نشد انا من عندك الدرهم. بارك على كاع عندك 16 عاشوفو كان 16 توكلني عاشوفو كان حنا. لا راه من غدا عاشوفو كان كمل لها الصليح وشدها. ها انت مشاهدين شاهدين غندير هذه والله تنديرها انا معاك.
راه نديرها الا ما سكنتش. راه شوف انا ما سكنتيش شدي الكلى. صمتي ليا راه واخا نحط فيها عصطه ديال الصباغه تسمى راني استفدت. اي عصطه تاع الصباغه على تي الا ما حطيت انا 3 المليون ما نفرقها. لا ما حيد لا ما حيد لا موزيك في فرنسا. لا شوفي وعاودتي ديك ياك عا قدام هاد المشاهدين ياك عا باغاني نسكن باغاني نسكن ونديروا لها عصطه ديال الصباغه مكريتش طيب ديال الصباغه وراه 40000 صبغه لك ديال الشهر باش كاريه. ايوا انت دابا انت دابا عينك كبيره. ايوا عيني كبيره وبغيتي تكون عيني كبيره انا خليني وعارفاني يلا مقدي السلعه. لا لا ندحلك والله عارفاني انا مقدي السلعه وعارفاني فلوسي حاطاهم في البيع والشراء. احنا ندى ندى صايبت قهيوة البنات شوفوا انا كنت نصايب في لاطوست. هاي عندك ثاني تحربي؟ لا حطيت شوية ديال ديال بتي بان جبتو من مرجان هذا تيجيني صغير باش اللي كليتي منو متعاودش. انا راه مرطبتي البنات باش ما يجيكوش التفصيل خاوي. جيبي لي شي قريش لا من الفران عاجبك من الصباح غسلت الماعين وجمعت واه. جيبي لي دوك المملحات عاد حطو عيبه عاد تبان الطبله شويه راه فيها عيبه الطبله. ها واخا والكلاس والأرض. لا ما تصايبوش ليا صافي سيري وحده كالتها. نوضا نادا اباش تبان لينا الطبيلة بحال ما هكا عامرة ومقادة ومعاودة صغيرة عندو سادة بجوج دغمات. يا سيري والله وجيتي مرة أخرى سادة عليك. يلاه سيري سيري السروال من جهة وتريكو من جهة. الله سيري صايبة أشنو بتصايب. عرفتو ملي جيت من الدار إوا جمعت الكوزينة جفف المهم قاديت شحال من حاجة بقا بدار بليتي ديال الشقة وجلست و تنتفكر البنات و نقول أنا صايب قهيوة و نجلس نتعاود مع البنات. سمعت أمي أش قالت شدتو عليها أمي بغات تدحلني والله إلا عرفت تنشقى معتبرش كاع تا تنمسح نضيد راسي نضيد راسي تنحس بيه موي سخين مطبين. لا بلاش اختي بلا ما تصايبوا ليا لا لي طوست لا والو. سمعتوا البنات هما شهدتوا عليها قالت لك بغاتني ندير الفايونس عاسو تنشقى وتنتفكر وتنحط ندير ايه 3 المليون 4 المليون 5 المليون واش امي بغات تخرج عليا. اتعرف بعدي بعد البنات تنشقى هنايا في الدار تنقول والله الا كنفكر الناس انا نشارككم شنو كنفكر مع راسي. كنقول انا دابا داري في المزاد العلني يعني داخله للمزاد العلني. تقدر غدا تجيني الدعوه ديال انها غادي امتى لا دات يعني من هنا شهر شهرين ما عرفش الصراحه ونتصاب صلحت قادي تعاود ونصدق تقاولت. واصلا انا دوك الفلوس البنات اللي ما نكذبش عليكم ماشي نتوما شي واحد اخر ولا شي حاجه راكم تنعتبركم عائلتي. اصلا هادوك الفلوس اللي غادي نصلح بيهم زايدين فيا وزايدين في بناتي كيف ما كان الحال واخا تكون الدار حتى ديالي انايا مادام امي مازال على قيد الحياه مادام الوالده على قيد الحياه فما كان سال فيها حتى شي حاجه الدار ديال مولاتها لا انا لا السي محمد خويا لا راه غاديه فين عندها اللي تفاهم معاها وسميتو وحب خاطرها راه غيسكن فيها. الا ما تفاهمتيش معاها راه غتقول لك خرج ليا من داري ولا شي حاجه. راه كان الحال فراه تنبقاو ضيافين ماشي واخا نصلح انا الدار غدا بعد غدا ما تفاهمتش بنتي مع ولد خويا ولا شي حاجه والوالده ما عجباش الحال لا شنو فغنخرج. وانا واحد المبدا البنات من نهار ما طراجلي فاش ما لقيتش فين نسكن ما مشيتش سكنت في دار امي واخا كاع كان الكاري راه كان البيت الفوقاني في السطح خاوي ما مشيتش سكنت فيه باش نعتمد على راسي. بديت من الصفر فاش كنجي نبقى نفكر كنلقى بان هضرت نادا على صواب قالت لي
ما نمشيوش نتحوزوا على شي واحد كيف ما بغى يكون الحال، نعتمدوا على راسنا. ما قدرناش على الكرا ديال هنايا نمشيو نسكنوا في دارنا القديمه حتى تنشدوا فلوسنا، ما عرفت تنفكر بحال هكا والله الا عند الناس عرفت تنشقى تنشقى. المهم تخليو لي التعليقات ديالكم قولوا لي واش فعلا عندي الصح ولا لا. مازال ندير فيها غير كسباغه عاديه ولا شي حاجه، اي لا بغاو ليا بناتي راه نمشي نسكن فيها من غدا. انا ما كرهتش انني نرجع لمدينتي والله العظيم البنات، بحال القيب صالح بحال سوق السدره ما كاينش شي فرق كبير، هذه مدينه صغيره وهذيك مدينه صغيره. هذيك سميتو ان ليسي حدايا بنتي ما غاديش تعذب في المشيار ونجي، ما غنبقاش انا بعدا كاين غاديه جايه غاديه جايه بحال بحال يعني بحال فقيه بصالح بحال سوق السبت. ولكن باش نجي نصلح واحد ثلاثه وعاد ثلاثه المليون راه على المبدا، راه تيقول لكم البنات راه ما خايب على المبدا. تتبداي تصلح راه تصدقي في واحد 5 المليون ولا 6 المليون، هذه هي القليله. لان باش غادي ديري فايونس ديال كوزينه وتعاودي البلاكارات من اول وجديد وتعاودي القبص من اول وجديد اللي طايح وتصبغي وتبدلي البيبان وتقادي الدوش وتقادي سميتو الفاير تحيدي داك لا موزيك وديري فايونس، عم راه تضحك معايا تقول لي 3 المليون ما تدخلني ما تدخلني المعمعه وتسلت ليايا، غتكون في واحد 5 المليون ولا 6 المليون. لحقاش انايا ديجا دايزه عليا الدار الاولى والدار الثانيه والدار الثالثه، وهذه اللي كنصلح فيها حتى هي هذيك اللي ماشي كنصلح فيها اللي بنيتها وبديت فيها ما كملش من الله سبحانه وتعالى. يعني عارفه اشني هو الصليح اللي بني راه ساهل، ولكن الصليح اللي خايب اللي واعر. مع انا هادشي اللي تنقوله للبنات وما عرفت بصراحه ما زعمتش على انني نصلح الدار كامله. وراه تقول لي امي كل مره فين ما تشوفني تقول لي اجي نتفاهم، وتنسلت تنزل كونتاك الرغوه عشان هز البنات الكونتاك تندير تندوز على الديداي تنبوسه تنقول خويا زفايقه ولا نعسه لينا حتى هي كوك تندير مع الدروش تلقى ما تعيط و تيقولوا لها مشات. حقاش باش غادي نصلح الدار جاتني شويه قاصحه. ايوا المهم البنات انا تنشارك معكم الافكار، تخليو لي التعليقات ديالكم قولوا لي واش نتوما في رايكم رايي ولا اشنو. لان اغلبيه ديال التعليقات اللي كنشوف ديك المره قلتوا لي صباح بقاي بعيده، وكاينين الناس اللي قالوا لي صباح اللهم الفابور ولا الكرا، ولكن الفابور باش تخلصي تيايا واحد 5 المليون ولا 6 المليون قبل اللهم تهربيش باش تجي نورا تنقي مقطع مشروب البنات القهيوه. الوالده ديالي راه جايه، بغينا نمشيو عند ولد خالتي بغينا نشوفو لحقاش تحول وعندو حتى النجاح، نمشيو نباركو اليوم نشرب القهوه بالمواصلات الوالده، وعاد نخرج انا وياها نتقداو ونديرو العادات والتقاليد ديالنا. خاصك ضروري دير العشاء ديالك ولا الغدا ديالك ونديرو السكر ونحتفلو معاه ونفرحو معاه. صراحه ما كرهتش نوري لكم الاجواء ديالنا ديال عاداتنا وتقاليدنا، ولي نتا نوري لكم في بلاصه اخرى لحقاش خالتي ما نقدرش نصور عندهم. نشرب القهوه البنات وعاد نوض في حالي، دابا زايده في الحليب زايده في هنيدو باش ما يجينيش على الموز الصغار داكشي باش تبان فيها. المهم البنات ما تنساوش انكم تخليو لي التعليقات ديالكم وتقولوا لي اشنو الراي ديالكم، واش نتوما بحالي ولا اللي عندها شي، يعني ارسل ناخذ منكم الاراء البنات كل وحده والتفكير ديالها كيف داير كل وحده. ولكن فاش كنجي كنقرا التعاليق وكنقرا تنكون واحد الفكره وشي حاجه الا ما كنتش موقده ليها ولا ما كانش عيني محلولين عليها والله الا كنعرفها. شكرا لكم، الله يحفظكم الله يخليكم ليا يا ربي امين، ونتمنى نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله على القناه. السلام عليكم.